عبر الهاتف معي من ميتشيغن الأستاذة ليلى الحسيني، مؤسسة راديو صوت العرب من أمريكا. مساء الخير، أهلا بك معنا. تداعيات كثيرة، لا نزال نتوقع المزيد منها. ما المتوقع سيدة ليليان؟ مساء الخير. نعم، لا تزال تداعيات العاصفة المدارية هارفي للأسف تطل بظلالها القاتمة على ولاية تكساس، وأصوات استغاثة لا تزال تتناقل عبر القنوات السوشيال ميديا. للأسف العديد من الموظفين معزولين تماما، وغدا يتوقع أرصاد خبراء الأرصاد الجوية أن تنحسر العاصفة، لكن سيظل هناك 50 إنش، يعني تخيلي 50 إنش ارتفاع الأمطار التي لا تزال تنهمر إلى الآن. العديد من المواطنين من تكساس تحولوا إلى مساعدة الحكومة الفيدرالية وأيضا الحكومة المحلية، ليس عجز كما وصف العديد من الصحفيين المتواجدين في ولاية تكساس، ليس عجز من الحكومة، لكن زيادة الدعم. حجم الكارثة، حجم الكارثة الكبير، لا تستطيع فرق الطوارئ الاستجابة إلى كل النداءات التي توجه لها بسبب عزل العديد منهم بسبب ارتفاع الفيضانات وأيضا استمرار هطول الأمطار. طيب، إذا ما قارنا إعصار هارفي بأعاصير سابقة، ماذا يمكن أن نقول عن درجة خطورته أو فترة بقائه؟ تداعيات، نتحدث عن مليارات الدولارات كما قلنا تستلزم، حتى كوقت نتحدث عما بعد عهد ترامب. للأسف وصف العديد من خبراء الطقس في أمريكا أنها أسوأ كارثة لا شك تاريخيا تصيب ولاية تكساس، ستظل تداعياتها قائمة إلى يعني ما بعد ولاية ترامب كما أشرتي. هي الأخطر واستمرت للأسف، لأن حدث بعد أيضا بعد ما خفت حدة الإعصار هارفي أيضا هناك عاصفة استوائية استمرت بعد الإعصار، لا تزال أثرها إلى الآن، تهطل أمطار غزيرة فتعيق عمليات الإنقاذ. رئيس ترامب توجه إلى تكساس اليوم صباح اليوم، وطبعا جهود كبيرة من قبل الحكومة. أيضا توجه الرئيس السابق باراك أوباما للمساعدة بتوزيع الطعام، حيث هناك نقص كبير في الأغذية، وأيضا المستشفيات انعزلت تماما. هناك حاجة كبيرة إلى دعم تعاضد حكومي وأيضا مجتمعي في ولاية تكساس. للأسف الكارثة كبيرة جدا وخارجة عن السيطرة. عندما نقول بأنه أقوى إعصار يضرب تكساس منذ حوالي يقال 50 سنة، كيف ماذا يمكن أن نفهم بهذا الموضوع؟ كيف يمكن أن نقارنه؟ كيف يمكن أن يستفاد مما حدث حينها كتعامل مع الأزمة؟ للأسف يعني وصف البعض أن التعامل مع الأزمة لم يكن فعالا، إذ أنها أول أزمة كارثية تواجه الرئيس ترامب، يعني لم يتعامل معها بالشكل الأمثل. كان من الممكن إخلاء أكثر للسكان في ولاية تكساس، لكن لم يتم ذلك. هناك من وصف الموضوع بأنه تقاعس حيال الكارثة وتقليل من الموضوع، وتأخر بالوصول. نعم. سيدة ليلى، وفق مراقبات، ليس تأخر بالوصول، هناك من دافع عن الرئيس دونالد ترامب أنه من الأفضل له البقاء، هو قال بأنه لا يريد أن يشتت انتباه أو أن صحيح ذلك، وأيضا مسؤولين أيضا قالوا أنه من الأفضل أن يظل الرئيس خارجا حتى يتم التعامل وعدم إعاقة عمليات الإنقاذ. أنا أشكرك من ميتشيغن السيدة ليلى الحسيني، مؤسسة راديو صوت العرب من أمريكا. شكراً.